وقد دفعت وزارة الصحة بأسطول قوافل طبية كمستشفيات متنقلة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد. وأوضح بيان لوزارة الصحة بأن القوافل مجهزة بكافة المستلزمات الطبية، على أن تتمركز 3 سيارات بكل محافظة كمستشفى ميداني بها مختلف التخصصات. في السياق ذاته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه تم الدفع بأكثر من 2500 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الكنائس بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة ب10 لنشات إسعاف نهري وطائرتين لتأمين الاحتفالات.